بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد بالقرآن والإسلام، وصلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل لقاء قرآني جديد مع التلاوة بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، ما زلنا نسير مع حضراتكم في رحلتنا مع سورة صاد، وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 10. اليوم بمشيئة الله تعالى نتعلم التلاوة الصحيحة للآيات من الآية 11 إلى الآية 13. بداية أعزائي المشاهدين، هيا نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات ونتلقى الآيات سماعا من فضيلة الشيخ خالد شعبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا أعزائي المشاهدين أهل القرآن، من السماع إلى التعلم العملي، نتعلم من فضيلة الشيخ خالد وندرب اللسان على التلاوة الصحيحة قبل استقبال اتصالاتكم الهاتفية. فضيلة الشيخ خالد تفضل. مشكورا، جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. دائما نكرر كما تعلمنا وكما تلقينا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول حرف في الاستعاذة همزة، وفوقها فتحة، يعني تشكيل، أخلي بالي منه. بسم الله الرحمن الرحيم، برضو في معايا تشكيل في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم كسرة، يبقى في معايا فتحة، في معايا كسرة، في معايا ضمة. جميل. الآيات لن تخلو من هذا التشكيل أبدا. طيب نقرأ كده نشوف أول جملة معانا في الآية الأولى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. التشكيل معي في كل حرف حركة، كان أو سكون. إيه المطلوب؟ المطلوب أنتبه للحرف الأخير الذي أتلوه في آيات اليوم. تعال كده نقرأ ونشوف: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. آخر حرف ده، فاكر الحروف المفردة اللي خدناها؟ با با. طب انت لما وقفت قلت با ولا قلت الأحزاب؟ قلت الأحزاب. الباء اللي في الآخر دي، ماذا حدث؟ سمعت ايه عمليا؟ صوت أدى إلى فتح. انت عندك فتحة وعندك في فتح. طيب كمل كده: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. آخر حرف كان ايه؟ ده أخذناه، دال. طيب لما تقف الأوتاد، انت كده عمال تقول لي فتحة وفتح، تقصد ايه فتح ايه؟ طب كمل معاي: وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه.
دي ما فيش فيها معايا هنا شيء. أولئك الأحزاب، يعني أول درس معنا في التلاوة اليوم قبل الوقف والابتداء وقبل المعنى وقبل أي شيء، الحرف الأخير وهو الباء أو الدال. نعم، لهذه الأهمية قدم؟ نعم، لأنه كان هدية بالأمس تحتاج إلى بيان. إزاي يعني؟ تعال كده مع بعض ونشوف. أنا قلت لحضرتك في حاجة اسمها إيه؟ فتحة، صح؟ وقلت دلوقتي في حاجة اسمها فتح، وفي في الصفات حاجة اسمها انفتاح. فطبعا يجب أن نفهم إيه الفتحة عمليا في التلاوة، وإيه الفتح، وإيه الانفتاح اللي معايا، علشان أخلي بالي من هذا الحرف وأنا أتلوه، وبالأخص عند الوقف. يلا مع بعض واحدة واحدة كده. الفتحة، الفتحة لو أنا قلت با، ده مد طبيعي، كم حركة؟ حركتين، صح كده؟ خذ منها جزء، يعني لو حركتين خذ حركة واحدة. فهقول با فتحة با، مش با 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 با. طيب با دي اللي هي النص، نص الألف، يعني الفتحة بنت الألف، يعني الفتحة هي حركة واحدة من حركة الأصل وهو الألف. وطبعا معانا في الاستعاذة، معانا في البسملة، معانا في الآيات، جند ما، أنا ما كملتش، ما قلتش ما، قلت ما. هنا 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 نا نون اهي ما، يعني ده اسمه ايه؟ دي الفتحة، هي الحركة التي توضع فوق الحرف وهي نصف الألف. كده فهمنا الفتحة كويس؟ تمام. ايه الفايدة من ده في التلاوة؟ ألا أزيد في هذه الفتحة فيأتي حرف مد زائد، فأخلي بالي منها، ده رقم واحد. فهمنا الفتحة كويس؟ تعال بقى للفتح. الفتح يتعلق بالفك الأعلى والفك الأسفل للإنسان. فإن قلت فتح يبقى يتعلق بالفكين، يبقى حينما يتكلم أهل التجويد عن الفتح غير الإمالة وبين اللفظين، ده كلام تاني، أنا بتكلم دلوقتي فيما يتعلق بي أنا وأنا أقرأ الآن. فإن قلت فتح يبقى فتح الإيه؟ الفك الأعلى يتجافى عن الأسفل. تمام؟ تمام كده فهمت فتحة؟ فهمت فتح يعني الفكين. جميل. طب الانفتاح يتعلق باللسان مع الحنك الأعلى. إذا تجافى اللسان عن الحنك الأعلى فهذا يسمى انفتاح. يبقى الفارق بين الانفتاح والفتح أن الفتح للفكين، والانفتاح بين اللسان والحنك الأعلى اللي ضد الإطباق، يعني في حروف الإطباق الصاد ضاد طاء ظا، دي حروف مطبقة، وما عداها فيها انفتاح، يعني تجافي اللسان عن الحنك الأعلى. طيب كل الكلام ده ليه؟ علشان الحروف الثلاثة الأخيرة سيادتك تنتبه للقراءة فيها صح. تعال بقى اسمع مني كده وشوف ايه اللي حصل دلوقتي. لما اقول الاحزاب، ده فتح ولا فتحة ولا انفتاح؟ الاوتاد، ده فتح ولا فتحة ولا انفتاح؟ اتلخبط؟ لا، مش عايزك تلخبط. ليه؟ عشان الخطأ اللي تم، او الهدية، عفوا مش خطأ، هدية. الأحزاب
با 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 دي كده اسمها ايه؟ قول انت احكم. ها؟ الاوتاد ده دي اسمها ايه؟ دي اسمها فتحة. يبقى الفتحة دي مش قلقلة، لأن القلقلة أن يكون الحرف ساكن فأسمع للحرف صوت شديد قوي ينتج من فتح المخرج لا من فتح الفكين، ولا يتأثر به شيء آخر، إنما الفتح للمخرج. ليه السبب؟ لأن الحرف قوي شديد مجهور انضغط، لو لم ينفتح المخرج لن يسمع له صوت. مثال معاهم الأحزاب، أنا قفلت المخرج ولم ينفتح، هل سمعت الباء أخي مات؟ لا كل شيء. الأوتاد لم تسمع الدال أيضا. إنما انظر حينما ينفتح المخرج فقط، الأحزاب أنا عملت سكتة لطيفة عشان تلاحظ الفارق بين انغلاق المخرج بانفتاحه يحدث الصوت الزائد اللي هي القلقلة. يبقى إذن ما نبغيه هو أن يخرج الحرف من مخرجه بالطريقة الصحيحة بلا فتحة، بل بانفتاح المخرج اللي هي يعبر عنها العلماء وقلقلة قطب جد قربت للفتح ولم يقولوا فتحة. يبقى الفتح الذي يعنونه هنا قد يكون على قول البعض يصاحبه جزء من الحركة ولو بسيط، ولكن هذا ينتفي مع ما تكلمنا به فننتبه له. نعم قد تكون في السماع قريبة من ذلك، ولكن لن تكون فتحة أبدا. فما قال أحد أبدا من العلماء أن القلقلة هي الفتحة، لا، قريب وشتان بين القريب لشيء وأن يكون هو عين الشيء. فبا فتحة با غير با سكون أب، با با زي أب في السماع الأحزاب، إنما لما أقول با فتحة با الأحزاب بقت با مفتوحة، لكن الأحزاب الأوتاد. لاحظ أن اللسان عند الدال في المخرج بعدما ينضغط الصوت داخل المخرج ويحكم جيدا لن تستطيع أن تسمع للحرف صوتا إلا بانفتاح المخرج حتى يسمع. وقد قدمنا مثالا عمليا للحرف فيما نتلو، فأرجو أن ننتبه لهذه الطريقة العملية في الأداء ونحن نقرأ. الأحزاب الأوتاد هذا أمر هام جدا ننتبه له، والبعض قد يزيد فيه أو ينتقص، ولكن الأمر يحتاج منا إلى تكرار وتنبيه وتدريب للسان. هذا أول أمر معنا للأهمية لأنه هدية غالية. الهدية الثانية، معنى كلمة جاءت في كتاب الله من المرات أربع لا خامس لها، أولاها بالحجر آخرها بالأحقاف، كده كام؟ اتنين. بقي كام؟ اتنين. الثانية والثالثة، الثانية بالشعراء، الثالثة معنا في سورة صاد، يعني الموقع الثالث في كتاب الله هم أربعة. طيب التي معنا ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة وأصحاب الأيكة. انظر جيدا لرسم الكلمة أمامك وسأنبيك بما يتعلق
برواية حفص عن عاصم في هذه الكلمة وما يعنيك تلاوة بسرعة. إن وصلت هكذا وأصحاب الأيكة، الوصل ليس فيه إشكال لأن اللام ساكنة وقبلها الباء محركة بالضم فالأمر ميسور، وأصحاب الأيكة هذا واحد. لكن الأمر يتعلق ما لو أنك وقفت للتعليم على كلمة أصحاب، أو للاختبار، أو للاضطرار عند كلمة أصحاب، وبالأخص ركز على التعليم أو الاختبار، لأنك لو وقفت مضطرا سترجع وأصحاب الأيكة. إذن لو وقفت للتعليم على كلمة أصحاب وستبدأ بما بعدها في هذه الرواية، عليك أن تأتي بهمز وصل مفتوحة. هتقول لي مش موجودة، أقول لك نعم، تأتي بهمز وصل مفتوحة لكي تنطق باللام في هذه الكلمة، فانتبه لذلك جيدا. هكذا الأيكة، وهذا الحكم لرواية حفص ومن معه، أي من يقرؤون بهذه القراءة. ليه؟ لأن في كلام تاني يتعلق بالقراءات ليس الآن. يبقى واحد، إذا وقفت على كلمة أصحاب للتعليم أو للاختبار وستبدأ بهذه الكلمة، للتعليم مش بدء اختياري، لا ده بدء اختباري. تاني، البدء بها لا يصح اختيارا أبدا ولا يجوز، ولو تعمده القارئ يؤدب كما قال العلامة المرصفي في كتابه، وهو ينبه على مثل هذه الأشياء في المقطوع والموصول وما شابهها، الأشياء التي تعلم للدراسة أو للاختبار ما لم يصح الابتداء بها لا يبتدأ بها إلا اختبارا بالباء وليست بالياء اختيارا، يعني بمزاجك، لا ما ينفعش. خلاص كده، يبقى أبدأ إزاي في هذه الرواية؟ الأيكة، واضح؟ هذا هو الأمر الثاني. لو أننا بدأنا بهذه الكلمة في مجال، أؤكد، الاختبار أو مقام التعليم. جميل. ماذا معنى أيضا من الهدايا؟ معنى أماكن يجب أن ننتبه لها في الغن وفي التلاوة. واحد، جند ما. الهدية التي معنا هنا في أماكن الغن ليس الأماكن بعينها، ولكن هي إذا ما كانت الأماكن تلو بعضها، فالقارئ المبتدئ مثلي يلتبس عليه هذه الأماكن فيأتي بواحدة ويترك الأخرى، أو أن يقصر في الغن في مكان ويأتي به في الثاني، فإذا ما نبه أتى بما نبه عليه وترك الآخر. إذن الأمر يحتاج منا إلى دربة وإلى تكرار. مضى الوقت سريعا والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، هيا إلى الدربة نتدرب ونعرض التلاوة ونصحح الأخطاء. سريعا أعزائي المشاهدين، بدايتنا من القاهرة، أم العزيزة الحاجة خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم. جعلكم من أهل الفردوس الأعلى. يا رب آمين يا رب جميعا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم نوح ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أمي الكريمة، ربنا يديك الصحة والعافية، إزايك عاملة إيه؟ في خير. لا ما شاء الله، صوتك النهاردة جميل، ما شاء الله عليك يا أمي، جميل. جند ما، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ما شاء الله، جميل يا أمي، جميل، كملي. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم
قوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب. صدق الله العظيم، ما شاء الله، متعك الله بالصحة والعافية، ولا حرمنا الله منكم جميعا. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا للحاجة خديجة من القاهرة. أم هايدي من اسكندرية، اتفضلي يا أم هايدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. جميل، بس التاء لا تقلقل. كذبت قبلهم. كذبت قبلهم. لا كذبت. لا كذبت. كذبت. أيوة كذبت قبلهم. كذبت قبلهم. أيوة. قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. جميل، والأجمل لو راعينا ترقيق الراء في كلمة وفرعون. وفرعون. ممتاز. وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب. ما شاء الله، جهد مشكور، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا للحاجة أم هايدي من اسكندرية. وهنتحول للمنيا نسمع من الأستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا عم الأستاذ عماد، ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه وإحسانه. الله يبارك لك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإحسانه. تحية لك ولفريق مولانا الشيخ خالد شعبان. مع حضرتك يا فندم. الله يسلمك يا عم الشيخ احمد، ربنا يبارك في حضرتكم يا رب العالمين، ويبارك فيك يا عم الشيخ احمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب. ما شاء الله العظيم. ما شاء الله يا شيخ أحمد، الله يفتح عليك، جهد مشكور، تسلم. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد من المنيا. هناخد دلوقتي الأستاذة تحية من القليبات، اتفضلي يا حاجة تحية. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. نعم يا فندم، ممكن الشيخ يقرا واقرا ورا؟ ربنا يبارك فيكي. طبعا اتفضلي. الله يبارك معك لك. الشيخ يا فندم. ماشي. ها جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. ونعم بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما. جند ما. جند ما هنالك مهزوم. جند ما هنالك مهزوم. ما هنالك مهزوم. ما هنالك مهزوم. هنالك. هنالك. أيوة هنالك مهزوم. هنالك مهزوم. مهزوم من الأحزاب. مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم. كذبت قبلهم. قوم نوح. قوم نوح. قوم. قوم. ألو سمعاني؟ الو فصل يا مولانا. طيب معلش. ما شاء الله، جهد مشكور، جزاك الله كل خير.
يعني تحية تقدير للحاجة تحية من القليوبية، شكرا ليك يا حاجة، وفي انتظار اتصالك مرة تانية. شكرا جزيلا. هنروح لأم كرم من البحر الأحمر. سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جميل، والأجمل لو خدت الغنة حقها نعم شوية. قراءتك جميلة، نعم قراءتك جميلة أم كرم ما شاء الله. الله يخليك يا شيخ. والأجمل بقى لو ادينا الغنة حقها شوية كمان. حاضر. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. هي بالراحة بس. نعم. كم مرة كده؟ وقوم. وقوم لوط وأصحاب الأيكة. جميل. لوطين يا فندم، يا أم كرم، يا أم نعم كرم، الطاء مكسورة مش مضمومة. لو طيو طيو لو طيو وأصحاب الأيكة. أيوه. أولئك الأحزاب. ما شاء الله، جهد مشكور، تسلمي. شكرا جزيلا الحاجة أم كرم من البحر الأحمر. وهنروح لإسكندرية الأستاذة سحر. اتفضلي يا أستاذة سحر. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. الأجمل لو الغنة خدت حقها شوية. حاضر. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. جميل، ممتاز. ناخد حاجة كمان فيها. اتفضل حضرتك. راء فرعون ترقق. فرعون. فيرز مش فر، فيرز. فرعون. ايوه. وفرعون. وفرعون. ايوه. وفرعون ذو الأوتاد. وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. وأصحاب الأيكة. تمام؟ تمام. أولئك الأحزاب. ما شاء الله، تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا للأستاذ سحر من اسكندرية. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن ما يزال معنا على الخط عدد من أهل القرآن، ولكن سنسمع التلاوة بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة الصاد في الآيات من الآية 11 إلى الآية 13. هنسمع أعزائي المشاهدين بنتنا يمنى من القاهرة. يمنى، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا يمنى، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية. الغاشية. غاشية. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. من ضريع. من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. ما شاء الله عليك يمنى، ممتازة في سماع الكلام، بس في تلاوة أحسن من كده مرة جاية إن شاء الله. شكرا جزيلا لبنتنا يمنى، بارك الله فيك يا يمنى وفي والديك. هنروح لدمياط مع أم محمود. حاجة أم محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أم محمود، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان.
حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. صدق الله العظيم. لو طيب ربي يبارك فيك يا أم محمود. شكرا جزيلا الحاجة أم محمود من دمياط، شرفتنا يا أمي باتصالك وسعدنا بيه جدا. هنروح للحاجة فاطمة من إسماعيلية. أمي العزة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أمي. جعلكم من أهل الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب. آمين يا رب العالمين جميعا. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كمان مرة كده بالراحة. جند ما، ادي بصي ادي اول غنه اهي جند ماشي. طيب الثانيه دم، يبقى عندي كده كام غنه؟ غنه الميم اتنين كده. الميم مع الدال مش الدال، بس خليها واحده واحده كده. عندي كام غنه؟ اتنين ولا ثلاثه؟ جند ما. ممتاز، هو ده اللي عايز اسمعه. اه احسنتي، جميل. اقرا. ايوه. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. في كلمة واحدة بس نصلحها مع بعض كده معايا. في الحروف اللي خدناها المفردة بقول ها ولا بقولها حاجة تانية مفخمة؟ أسمعه كده حرف مفرد لوحده. جيم ها، أسمع كده. جيم ها، جميل. وأصحى. أيوة كده تمام، هو ده اللي عايز اسمعه. شفت الحرف المفرد تاني. هو أسمعه تاني كده بقى. وأصحاب الأيكة. وأصحاب الأيكة. هو كده، خلي بالك بقى من إيه؟ من الحرف ده عند التلاوة. الله يفتح عليكي ما شاء الله، جميل. شكرا جزيلا لأم العز الحاجة فاطمة من إسماعيلية. وهنروح القاهرة مرة أخرى مع الحاجة فردوس. حاجة فردوس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم. بارك الله فيكم. إياك يا أم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم. تلوة طيبة وجميلة يا أمي، بس الأجمل لو الغنة خدت حقها شوية. جند ما هنالك مهزوم. مهزوم من الأحزاب. مهزوم كذبت من قبلهم. لا يا أمي، التشكيل يا أمي مش الغنة، أنا بكلم على التشكيل. مهزوم من الأحزاب. أيوة كده. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط. لا يا أمي، هي الدال مضمومة. يا أمي الدال مضمومة مش منونة. نعم
الدال في ثمود مضمومة بس، يعني دال ضمة دو مش منونة. وثمود وقوم. أي طب حاضر. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. ما شاء الله، تقدم كبير يا أم، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا الحاجة فردوس من القاهرة. أعزائي المشاهدين، هنستمع للأستاذة تيسير من قنا. أستاذة تيسير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هسمعها إن شاء الله. جميل، بارك الله فيك وعليك. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند هنا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. يا حاجة تيسير، نعم، جهدك ما شاء الله جميل ومشكور، بس محتاج مراجعة شوية. قولي بقى ورايا كده عشان نصلح اللي احنا حفظناه. تكرما لا امرا نفتح المصحف. لا لا، براحتك براحتك، تحت امرك. يعني تكرما نفتح المصحف وهقول تقولي ورايا عشان حاضر. تحفظيها صح لو تكرمتي. ماشي ورايا كده بقى. فتحت المصحف ولا لسه؟ فتحت. جميل. تكرما برضو عيني وصباعي عشان يمشي العين مع الصباع والنظر والفم، يبقى كده وسائل التعليم متكامله. معايا يا امي؟ حاضر. يلا. جند ما جند ما هنالك مهزوم هنالك مهزوم جند ما هنالك مهزوم جند ما هنالك مهزوم مهزوم من الأحزاب مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح قوم نوح وعاد وفرعون وعاد وفرعون وفرعون ذو الأوتاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب أولئك الأحزاب. ما شاء الله، جميل يا حاجة تيسير، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للأستاذة تيسير من قنا، بنحييك على اجتهادك، بارك الله فيك. هنروح للأستاذة سوير. حاجة سوير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. حاجة سهير، نعم، احييك على الاستعاذه وضبط الجيم فيها ما شاء الله، جميل، ده يدل انك يدل والله على الجهد والاجتهاد، لذلك انا ما تكلمتش في كلمه جند، وانبسطت جدا بالاستعاذه ومدى جهدك فيها، احييك ما شاء الله، جميل جميل جميل، ربنا يعينك وان شاء الله في اجمل واحسن. احسنتي يا حاجه سهير. شكرا جزيلا، تحيه تقدير الحاجه سهير على اجتهادها، وان شاء الله دائما يا ام ان شاء الله من حسن لاحسن ان شاء الله. هنروح للحاجه ام علاء من البحيره. ام علاء، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أستاذ عماد، أهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. كم مرة كده؟ قوم نوح وعاد وفرعون. قوم نوح. قوم. قوم. قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. كم مرة؟ أولئك. أولئك الأحزاب. هي ذا ولا ذا؟ ذا الأحزاب. يعني بخرج فيها طرف لسان ولا لا؟ أولئك الأحزاب. لا، دي محتاجة تصفية شوية فخلي بالك. ذا الأحزاب. ذا. أيوة معلش، حبة حبة التمرين. الأحزاب. أيوة معقول، حبة حبة إن شاء الله بالتدريب تبقى أحسن بإذن الله. شكرا، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا الحاجة أم علاء من البحيرة. هنروح الحاجة شادية من الدهرية. حاجة شادية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وفرعون. وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. لو وقفنا عند كلمة الأيكة عشان النفس وابدأ أولئك الأحزاب، ما المانع؟ إنما ما شاء الله جهد مشكور يا حاجة شادية، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا الحاجة شادية من الدقهلية. هنروح لأم ياسمين من الجيزة. حاجة أم ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هي من يا أمي، مهزوم من الأحزاب، صح كده يا شيخ؟ أيوة. ربنا يبارك لك يا رب ويبارك فيك يا أمي. الله يخليك. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. هي وعاد وفرعون ذو الأوتاد. كويس كده شيخ؟ كويس جدا ما شاء الله عليك. الله يبارك لك. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. لا، لوط بقى هنا الطاء. أيوة. مكسورة. ولو لوط وقوم لوط. لوط وأصحاب. أيوة صح كده؟ صح. وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. ما شاء الله يا أم ياسمين، جهد مشكور، جزاك الله كل خير ما شاء الله. الله يفتح عليك يا حاجة أم ياسمين، بارك الله فيك يا أمي. هنروح للأستاذ عبد الناصر من البحر الأحمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته يا أستاذ عناد. أهلا أستاذ عبد الناصر، إزاي حضرتك؟ كيف حال حضرتك؟ الحمد لله. يا الله، الله يبارك لك، وحشنا صوتك يا فندم، اتفضل اقرأ. شكر الله لك وأحيي أستاذنا وفضيلة الشيخ خالد يا أستاذ عناد. الله يحفظك أنت أستاذنا، ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الناصر. أنا بحب الشيخ خالد. أحبك الذي أحببتني فيه، وأنا كذلك شيخ عبد الناصر، ما شاء الله عليك، يعني أنت أخ فاضل عزيز يعني. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، جهد مشكور سيدنا، جزاك الله عنا كل خير.
شكرا جزيلا للاستاذ عبد الناصر من البحر الاحمر. هنروح للفيوم مع الاستاذه ايناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه ايناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. كذب قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. يا إيناس يا إيناس بالراحة بالراحة. إحنا أولا أخرنا أولئك الأحزاب ده رقم واحد. اتنين ممكن لو تكرمتي تعيد الآيات تاني بقى بس بهدوء شوية عن كده عشان في عندي أخطاء في التشكيل. ماشي نعيدها بقى وبالراحة نعيدها بالراحة ممكن؟ ماشي اتفضلي. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. من ال بس بالراحة بس من الأحزاب ما قلتش من الأحزاب. أيوة كده. كذب قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون. بالراحة بالراحة يا بنتي ما قلتش قبلهم قبي يبقى الباء مكسورة. لا هي قبلهم يعني الحرف الساكن لما يكسر يبقى انا كده عدلت في التشكيل بتاعه. هي قب مش قبي. قبلهم معايا يا بنتي؟ كذب قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون. وفرعون اكمل اكمل يا بنتي. وفرعون ذو الاوتاد. النون مضمومة يا بنتي. وفرعون ذو الاوتاد. طيب للاسف الخط انقطع. طيب معانا لسه ام ايمان من الشرقيه. حاجه ام ايمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اتفضلي يا ام سريعا ارجوك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح. قوم يا أمي قوم. قوم الميم مضمومة عشان بس نخلي بالنا ليه مرفوعة لأن الخطأ ده تكرر كثير جدا. الهدية اللي فيها إن كذب ده فعل عايز فاعل الفاعل قومه فكذب قومه فقومه الميم مضمومة. ماشي يا أمي؟ حاضر. قوم نوح. جزاك الله خير. وإياك يا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. جهد مشكور ما شاء الله. جزاك الله عنا كل خير. شكرا جزيلا الحاجة أم إيمان من الشرقية. شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين. بتقدم باسمي واسمكم لشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان بالشكر. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. جزاك الله خيرا. وإياكم أختي. أعزائي المشاهدين أهل القرآن غدا نواصل اللقاء حول سورة صاد بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.